أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم. تمكن الروس مع الإيرانيين ربما من صناعة نصر عسكريا وهميا وجزئيا للأسد في الميدان، لكن لن يكون بإمكانهما أن يستثمرا ذلك سياسيا في عادة تعويمه لا عربيا ولا دوليا. تقول هنا صحيفة واشنطن بوست إن الإدارة الأمريكية ضغطت ومنعت محاولات دول عربية الحج إلى دمشق تحت طائلة العقوبات، في حين كان لدى دول أخرى كالسعودية وقطر موقف ثابت ومتشدد من الأسد، ما أفشل مهمة لافروف الإقليمية في المنطقة. حتى مصر باتت تدرس سحب مذكرة قدمتها للجامعة العربية لإعادة تفعيل عضوية النظام. كل تلك المواقف تصب في خانة ضرورة التوصل لحل سياسي برعاية أممية دون أن يكون لدى واشنطن أي خطة واضحة حتى الآن لتحقيق ذلك وسط معضلة اللجنة الدستورية المستمرة. في محورنا الثاني مشاهدين، نيران النظام تصل لمحيط نقطة المراقبة التركية في موريك شمال حماة، ومع وصولها تتكرر الأسئلة حول دور نقاط المراقبة التركية التي لم تمنع إلى الآن خروقات النظام رغم انتشارها الواسع على امتداد ثلاث محافظات في الشمال السوري. ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن محاولات النظام العودة إلى الجامعة العربية تجد عقبة من الولايات المتحدة التي ضغطت على دول عربية لمنع علاقاتها مع الأسد. هذا ولم ينجح وزير خارجية روسي سيرجي لافروف خلال جولته الخليجية من إقناع قطر والسعودية بإعادة نظام الأسد إلى الجامعة العربية وتطبيع العلاقات معه. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي ومن ثم نعود للنقاش. لم يفلح رأس الدبلوماسية الروسية سيرجي لافروف خلال جولته الخليجية في تغيير أو تعديل موقف الدوحة والرياض حيال نظام الأسد، خاصة ما يتعلق بعودة العلاقات الخليجية مع النظام أو عودته إلى الجامعة العربية. الرد والموقف القطري السعودي جاء متطابقا وحاسما. نأكدنا على موقف دولة قطر الثابت أن الحل السياسي هو الحل الوحيد في سوريا، وأن هذا الحل يجب أن يكون برضاء الشعب السوري. يبدو أن موسكو تفاءلت بفتح هذا الملف مع دول الخليج الفاعلة في الملف السوري بعد إعادة الإمارات فتح سفارتها لدى النظام، وكذلك البحرين، دولتان خليجيتان محسوبتان على محور تقوده السعودية، لكنه اصطدم بموقف الرياض والذي ربما كان يعول عليه بالحد الأدنى. ما في تغيير في الموقف السعودي فيما يتعلق بفتح سفارة في دمشق. إعادة سوريا للجامعة العربية حيكون مربوط بالتقدم الذي يتم إحرازه في العملية السياسية، وأعتقد أنه لا زال الموضوع مبكر، وأعتقد أنه هذه وجهة نظر الجامعة العربية بشكل عام. لماذا تغلق الرياض والدوحة الباب في وجه المطالب الروسية؟ تجيب صحيفة واشنطن بوست تزامنا مع زيارة لافروف وتعنون: يريد الأسد العودة إلى الحضن العربي وأمريكا تقف في طريقه. تقول الصحيفة إن الولايات المتحدة تمنع حلفائها من إعادة العلاقات مع نظام الأسد، وتحذر إدارة ترامب من مجرد أي محاولة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، فذلك سيؤدي إلى عقوبات أمريكية مشددة على نظام الأسد تجبره على القبول بالحل السياسي وفق مرجعية جنيف وبرعاية الأمم المتحدة. ما يشير إلى أن التطبيع العربي مع النظام سيتراجع بعد الضغط الأمريكي الذي يريد أن يضع حدا له، ليبقى الأسد معزولا عن محيطه العربي منذ اندلاع الثورة السورية قبل 8 سنوات خلت. وهناك أيضا الموقف الأوروبي المتوائم مع الموقف الأمريكي، حيث ضغط هو الآخر على الجامعة العربية لمنع النظام من العودة للمنظومة العربية. وكانت تصريحات وزير الخارجية المصري وأيضا الأمين العام للجامعة العربية متوائمة مع الموقف الأوروبي الأمريكي خلال القمة العربية الأوروبية. إذن سيبقى مقعد سوريا خاليا في جامعة الدول العربية، ولن تكون في المدى المنظور عودة للعلاقات الطبيعية مع نظام الأسد من قبل الدول العربية، خاصة تلك الحليفة لواشنطن.
لمناقشة هذا الموضوع معنا من واشنطن عبر الأقمار الصناعية الكاتب السياسي والصحفي السيد إلي يوسف، وأيضا ينضم إلينا عبر خدمة سكايب السيد المحلل السياسي ياسر العيادة. مرحبا بك سيد ياسر في سوريا اليوم. أختصر لك ما جاءت به واشنطن بوست بأن واشنطن عرقلت مساعي دول عربية لإعادة الأسد إلى الجامعة العربية، ما رأيك بهذا الكلام؟ نعم سيد ياسر. طيب دعني أنتقل إلى الدكتور جمال الفرا وأرحب به، مدير الأكاديمية السورية الأوروبية للتنمية والتطوير، معنا عبر الأقمار الصناعية من فيينا. دكتور جمال مرحبا بك في سوريا اليوم. ما رأيك بالمادة التي جاءت بها واشنطن بوست حول أن واشنطن دعت أو عرقلت مساعي دول عربية لإعادة الأسد إلى الحضن العربي إن صح التعبير؟ مساء الخير لكم جميعا المشاهدين. الحقيقة الفكرة العامة، هل صحيح سيعود النظام إلى الحضن العربي؟ المساعي الروسية ما هي مساعي إعادة نظام فقط، المساعي الروسية هي مساعي شرعنة روسيا في سوريا نفسها. بعني بالشرعنة، روسيا صادرت اقتصاد سوريا، وقعت عقود نفط وغاز وطاقة ومعادن، تعدين، فوسفات، أكيدة كيماوية، نقل، يعني صادرت سوريا تماما. هذه العقود حتى تكون شرعية لابد من أن يكون في مرجع شرعي مضاليات واتفق معه، وهذه العقود تحتاج إلى تمويل، وهذا التمويل القائم عليه يعني أو المرشح له بالأصل هو منظومة الدول العربية على رأسها الخليج، والخليج لا يمكن أنه يمول هذه العقود. فالعملية الدبلوماسية أو الماكينة الدبلوماسية الروسية عم تسعى لحتى تشرعن عقودها ووجودها بسوريا باعتبارها أعلنت من تحت الطاولة أن الحرب في سوريا قاربت على نهاية. هذا الأمر لن يكون. أمريكا لعبت بطريقة دبلوماسية ثانية، شكت الروس يعملوا اللي بدهم اياه، وبالنتيجه بينزل بالسله الامريكيه. لما كان طيب دكتور جمال، ريثما يتم اصلاح المشكله في الصوت اود ان ننتقل الى السيد إلي يوسف الكاتب والسياسي والصحفي معنا من واشنطن. سيد إلي، الى اي حد تستطيع واشنطن فعلا منع المساعي العربيه في اعاده سوريا او النظام السوري الى مقعده في الجامعة العربية؟ مصر كان لديها مذكرة، اليوم الشرق الأوسط تقول بأنها تدرس، مصر سحب المذكرة التي كانت تدعو إلى إنهاء تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية. مساء الخير لك ولضيفك وللمشاهدين. أعتقد أن الموضوع ليس متعلقا بمدى قدرة الولايات المتحدة على إجبار أو على الطلب أو على إقناع الدول العربية بعدم إعادة علاقاتها مع دمشق. الموضوع له علاقة بمخرجات التي وصل إليها الوضع في سوريا، يعني بمعنى كل هذه الحرب التي خاضها ويخوضها السوريون هل من الممكن أن تنتهي بما انتهت إليه؟ هذا سؤال طبعا مطروح على أوساط عديدة. هناك لاعبون كبار ولاعبون إقليميون وأيضا لاعبون داخليون، لكن في هذه بالنتيجة التي توصلت إليها أنا لا أعتقد أن يعني يمكن السماح لروسيا ولإيران تحديدا أن يحصدوا نتائج هذه الحرب كما انتهت إليها. بهذا المعنى إذا لم يتم إعادة النظر في طبيعة الحل السياسي الذي يقترح لحل الأزمة السياسية في سوريا، من غير المتوقع من كل الأطراف أن تنجح في استثمار، وأنا أقصد تحديدا روسيا وإيران، أن تنجح في استثمار ما حققته عسكريا وميدانيا على الأرض. الأمريكيون أعلنوا أخيرا بأن انسحابهم من سوريا لم يعد كما كان قائما في يعني كما صرح الرئيس ترامب. قرروا إبقاء قوة عسكرية قسموها ما بين شمال سوريا ومنطقة أو قاعدة التنف. طبعا هذا يعني هذا يقصد منه
يعني مهمة وقد كانت واضحة بالنسبة لواشنطن، هو محاولة منع إيران من أن تتموضع وأن يكون لها يعني موطئ أو قاعدة يعني كاملة في سوريا وتفتح طريق طهران إلى بيروت. هذا الموضوع إذا لم يتم تحقيقه أو الحفاظ عليه، لا أعتقد أحدا من الدول العربية يستطيع أن يسمح أو يمكن أن يسمح لإيران بأن تستثمر ما استثمرته في سوريا. لذلك التصريحات المصرية اليوم وقبلها التصريحات العربية وما قاله وزير الشؤون الخارجية عادل الجبير للوزير الروسي، هذا أمر أعتقد هو أمر طبيعي. لا أحد يرغب ويريد لإيران أن تستوطن في سوريا. طيب أود أن أعود مرة أخرى إلى الكاتب والمحلل السياسي السيد ياسر العياد معنا من الكويت. سيد ياسر، إلى أي حد يعني يرتبط عودة الأسد إلى الجامعة العربية بالرغبات الأمريكية والحديث مؤخرا عن يعني موقف حازم من الدول العربية حيال الملف السياسي الحالي؟ مساء الخير أخي الكريم لك ولمشاهديك وضيوفك الكرام. بداية لابد من العودة إلى أساس المشكلة. كل المؤشرات يعني والمتابعين للقضية السورية أو للثورة السورية يقولون أن روسيا تقوم بدور لاعب استثنائي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وأن كل الدول التي دخلت إنما دخلت لخدمة المشروع الأمريكي، من إيران إلى حزب الشيطان إلى حزب الله إلى كل هذه المجموعات، إلى المجموعات العراقية، إلى هذه إنما دخلت بموافقة يعني، وكلها كان لها يجب أن يكون لها دور وأن تقوم بلاعب استثنائي للوصول إلى الأهداف المرجوة من خلال ما حصل في أعقاب الثورة السورية. هذه كل الشواهد تؤدي إلى ذلك. على كل بكل بساطة أنا باعتقادي لو الروس لديهم القدرة على مواجهة الأمريكان بمعنى المواجهة كان يفترض أن يذهبوا إلى قضيتهم، إلى قضيتهم الخاصة مع أمريكا. كل يوم العقوبات الأمريكية على المسؤولين، على المؤسسات الروسية، ما إلى هنالك. هذه يعني روسيا أنا باعتقادي هي طيب مع الجمود سيد ياسر، مع الجمود في الموقف العربي مؤخرا خصوصا، ما البديل حيال سوريا؟ ما الحل السياسي المناسب لسوريا وفق رؤية الدول العربية خصوصا مع العقدة التي تواجه اللجنة الدستورية اليوم والمقترحات الروسية؟ يعني لا يوجد في الساحة سوى روسيا تقدم وتقترح وتطرح وما إلى هنالك من هذا الكلام، يقابل ذلك جمود في الموقف الأمريكي في الموقف العربي حيال سوريا، وكأنه الأمور أعيدت إلى ما كانت عليه. نعم أستاذ الكريم، هو هذا اللي يبدو يعني في الواجهة، لكن أنا باعتقادي حتى الروس إذا رجعت إلى التصريحات الأمريكية قبل شهر ونصف أو شهرين، يعني كأنما الروس ذهبوا لتقديم تقرير بما فعلوه بخصوص اللجنة الدستورية إلى الأمريكان، ويعني وأمهلوهم الأمريكان، الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها أمهلت الروس فترة لكي يروا إلى أين يصلوا، وبالتالي الجمود هذا الذي تراه إنما هو إعطاء فرصة لروسيا يعني خليني أقول الركض الروسي أو الهرولة الروسية الآن في محاولة إقناع بعض الدول العربية بلا جدوى، الدول العربية حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكن أن تنجر إلى القرار الروسي وتترك طيب. حليفها الاستراتيجي. سيد ياسر، قبل أن أختم معك، سيرجي لافروف تحدث عن توافق سعودي روسي على عدة ملفات في سوريا، أي الملفات التي يمكن، على أبرز الملفات حتى قالها، أي هي الملفات الأبرز التي يمكن أن تتوافق عليها الرياض وموسكو حيال الشأن السوري برأيك؟ أنا باعتقادي روسيا والمملكة العربية السعودية تلعبان دور من يركض وراء الآخر على مصالح،
أنا باعتقادي يعني الملفات المشتركة ربما تكون هي قضية مكافحة الإرهاب، ربما تكون قضية تخفيف. يعني الورقة السورية للأسف الشديد أصبحت نوع من الورقة الرابحة التي يمتلكها كل طرف من الأطراف. المملكة العربية السعودية لا تريد أيضا بنفس الوقت إغضاب يعني روسيا في اتجاه موقفها من الحوثيين، وبالتالي تتناغم في بعض يعني الأشياء أو في بعض الملفات مثل محاربة الإرهاب، مثل لكن لا يمكن القبول بأي منطق سياسي بأن المملكة العربية السعودية تترك حليفها الاستراتيجي وتذهب إلى 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 موسكو. على كل في كل الأحوال يعني المشهد السياسي يقول يجب أن يعني أن نكون واضحين. أنا باعتقادي حتى الروس إنما يستعجلون العملية السياسية، يستعجلون إنهاء الملف السوري، ربما حتى لإنهاء بشار الأسد نفسه. يعني هم يريدون أن حتى اللجنة الدستورية، أنا على قناعة كاملة لا الروس ولا الأمريكان اليوم أصبحوا يعني في قبول لنظام أصبح عالة على المجتمع الدولي، نظام مجرم لم يترك طيب أود أن أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، الكاتب والمحلل السياسي السيد ياسر العيادة، وأعود إليك السيد إلي من واشنطن. اليوم الولايات المتحدة ذهبت إلى وضع بعض العراقيل أمام عودة الأسد إلى الجامعة العربية، ولكن يعني ما البديل لدى الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحل السياسي فيما يتعلق بالشأن السوري في مقابل مقترحات موسكو وأطروحات موسكو حولها؟ يعني أعتقد إذا تابعنا يعني ما دار أو ما جرى بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في الأسبوع الماضي، أعتقد أن هناك يعني قطبة مخفية يعني يجري في هذه الأيام محاولة يعني تظهيرها إلى العالم. لا شك هناك خلاف وباعتراف حتى من أوساط الحلف الذي يعني القائم بين روسيا وبين إيران. نحن نتذكر في الأسبوع الماضي أدت زيارة الأسد إلى إيران من دون علم وزير الخارجية إلى إعلان الأخير استقالته. واضح هناك خلافات، هناك مشكلات يعني، والحديث عن إمكانية الاستغناء عن الأسد وخصوصا من قبل الروس هذا أمر يعني قد يكون له صدقية، بمعنى إذا أرادت روسيا أن تضمن حلا سياسيا سارت على قناعة بأن لتمرير هذا الحل إذا بقي الأسد على رأس السلطة لا يمكن لأي طرف من الأطراف الأخرى. سيد إلي، هل برأيك روسيا تذهب إلى 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 تخفيض سقف تشبثها بالأسد؟ أنا أعتقد ذلك وأستدل عليه من الكلام عن اتفاق مع إسرائيل حول إعادة تجديد إباحة الأجواء السورية أمام الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف إيران. الرئيس الأسد أعلن بأنه أو وضع نفسه فعليا في حاضنة إيران، وهذا الأمر يزعج الروس على ما أعتقد، وبالتالي موضوع مستقبل الأسد بات أمرا يعني هو محط بحث. هلا ما هي الدوائر التي تبحث وما هو المستوى الذي تم التواصل إليه لا يمكن التكهن به في هذه الفترة، لكن مسار الأحداث كما نراه وكما يراه العديدون من يعني المراقبين من سواء السياسيين أيضا والأمريكيين والمراقبين هنا في واشنطن، أعتقد أن الأمور متجهة نحو هذا المسار. الأسد قاد لا يبقى في السلطة ولا يمكن له البقاء بالسلطة. طيب. إذا أريد أو إذا حاولت روسيا أن تستفيد مما وظفته من إمكانات في سوريا على امتداد الأربع سنوات الماضية. نعم دكتور جمال، برأيك ما الهدف الأمريكي من وراء كل هذا؟ يعني بالظاهر الاستراتيجية الأمريكية واضح بأنها معادية للأسد ولوجود الأسد الآن أو خلال الفترة المستقبلية، ولكن هي تمشي بوتيرة بطيئة جدا غامضة لا وضوح في الاستراتيجية الأمريكية. يعني لا يوجد شيء تنتظره في الميدان على الأرض السورية. الأمريكيين من عادتهم أنه
يعني بيخفوا أهدافهم الاستراتيجية أو بعيدة المدى. ما فيك تقراها من خلال وقائع، فيك تقرأ المواقف الآنية. يعني مبارح كانوا الأمريكان عم يقولوا بدنا نسحب قواتنا، اليوم قالوا لا بدنا نخلي قسم بشمال شرق سوريا وقسم بالتنف، بكرة ممكن يقولوا شيء تاني. الأمريكيين عندهم هدف أساسي هذا معلن، لن يسمح أبدا بعودة قطب آخر. يعني روسيا تسعى إلى إثبات وجودها كقطب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وهذا ما لن يسمح به الأمريكيين على الإطلاق. الروس عملوا معرض سلاح بسوريا وثبت أنه عندهم ضعف بالتصنيع الحربي، هرت طياراتهم من الجو، ما حسنوا يفتحوا أسواق لطيرانهم، حاولوا يستثمروا على الأرض السورية، الاستثمار تبعهم غير شرعي، لا بيقدروا يصدروا نفط، لا بيقدروا يصدروا فوسفات، لا بيقدروا يعملوا بنية تحتية، فعندهم مشكلة على فأمريكا استنزفت الروس وكل المحصلة اللي حصلتها روسيا حطتها بالسلة الأمريكية، وهذا اللي بدها إياه الولايات المتحدة. بدها تحافظ على حلفها الاستراتيجي مع دول الخليج، وجود قوة تانية قد تغري بعض دول الخليج بأنه تتحالف معها، وهذا الشيء لن يسمح به الأمريكيين على الإطلاق. من جانب روسيا كيف سيكون التصرف برأيك حيال مقابل الرفض الذي آتت به بعض الدول العربية حيال عودة الأسد؟ روسيا عم تتحرك بماكينة دبلوماسية بأدوات عسكرية. اليوم روسيا كانت حاطة يعني بدها تفرض أمر واقع عبر مقاتلين، عبر ميليشيات عم تمولها، عبر تحالفها مع إيران. أمريكا عملت غب للصدمة، واليوم هادو ما عادوا فعالين، فروسيا بدها تفعل الماكينة الدبلوماسية عسى أنه تنشئ تحالفات أخرى، وهذا ما عم يسمح فيه الأمريكي على الإطلاق. أختم مع السيد إلي يوسف. بحسب التسريبات هناك مقترح فرنسي لتعديل الدستور الحالي والاستغناء عن اللجنة الدستورية، ووفق التسريبات ذاتها أيضا روسيا قبلت بالمقترح الفرنسي. هل يمكن التكهن بمستقبل سوريا أو مستقبل الملف السياسي السوري حاليا؟ يعني دعني أشير أيضا إلى نقطة بهذا الموضوع. اليوم بعد حوالي 3 ساعات أو أكثر بقليل يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري بيترسون. أعتقد أن البحث قد يكون يتعلق بهذا المقترح الذي تم تداوله. حتى هذه اللحظة لم تصدر أي مواقف واضحة، هناك تسريبات، لكن أعتقد هذا الاجتماع الذي سيعقد بعد كما قلت بعد بضعة ساعات في مبنى وزارة الخارجية هنا في واشنطن قد يتم البحث به حول هذا الموضوع، لأن قضية اللجنة الدستورية على ما أعتقد وصلت إلى طريق مسدود. يعني كل الأطراف المعنية لا تزال تقدم مقترحات ومقترحات مضادة. حتى هذه اللحظة لا أحد يعلم ما الذي يمنع من تشكيل هذه اللجنة لو أن الأطراف تريد يعني تشكيلها. طيب. الاعتراض كان يتم على الحصة الخاصة بالأمم المتحدة، وأيضا حاولت الأمم المتحدة أن تنزع هذه نعم. الأسباب، وحتى هذه اللحظة لم يحصل تشكيل. دكتور جمال، الموضوع يتم التفتيش فيه. نعم دكتور جمال، بدقيقة واحدة أيضا، كما تحدثنا يعني ألا يمكن التوجه إلى تعديل الدستور الحالي بدلا من إضاعة الوقت والعقد التي تواجه اللجنة الدستورية، وهذا الطرف قبل وهذا الطرف رفض، حتى أن التسريبات تقول بأنه الأسد أو النظام السوري قبل بتعديل الدستور الحالي على شرط أن تتم الانتخابات في الأرض السورية لا خارجها، ما رأيك؟ أنا أعتقد أنه هذا المرجح، البحث بتعديل دستوري. أما موضوع لجنة دستورية فمثل ما تفضل الضيف الكريم أصبح وراءنا اليوم. ما هي مشكلة سوريا دستور لحتى نعمل المشكلة كلياتها دستور؟ ممكن تعديل دستوري، لكن هل سيجدي هذا التعديل الدستوري؟ لن يجدي. أشكرك جزيل الشكر. ولن تجدي اللجنة الدستورية. أشكرك جزيل الشكر الدكتور جمال الفرا،
مدير الأكاديمية السورية الأوروبية للتنمية والتطوير، كنت معنا من فيينا. كما لا أنسى أن أشكر الصحفي والكاتب السياسي السيد إلي يوسف، كان معنا عبر الأقمار الصناعية من واشنطن. مشاهدينا ابقوا معنا بعد الفاصل، محور آخر.